اليوم في مركز علمي الترفيهي نشهد لحفل احياء ليلة القدر المباركة، وفي نفس الوقت هو الحفل الختامي لأنشطة التي تم إنجازها وتم إحيائها في كل ليالي رمضان المباركة في على مستوى ساحة الثورة وعلى مستوى كل مؤسسة الشباب، طبعا بالتنسيق مع الجمعيات العاملة للقطاع وكذلك مع ديوان مؤسسة الشباب. فالحمد لله اليوم ختامها مسك، يعني راح يكون تكريم الجمعيات التي نشطت وأحيت هذه الليالي. قلت أن القطاع قد قام بأكثر من 100 نشاط يعني على مستوى الولاية في كل مؤسسة الشباب، يعني فيها متنوعة، أنشطة ثقافية، أنشطة شبانية، أنشطة رياضية، أنشطة خيرية، أنشطة يعني تضامنية مع العائلات المعوزة. فاليوم إن شاء الله راح تكون هي الختام، ونتمنى إن شاء الله أن تكون العمل تاعنا يعني قد لقي رضا المواطن البسيط والمواطن يعني العنابي، لأننا حاولنا درنا المجهود اللي قدرنا نديروه، يعني إن شاء الله تحضيرا للموسم الصيفي راح يكون فيه نشاطات أخرى، وإن شاء الله نتقبل الله من الجميع، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك إن شاء الله. صلاة وسلام على رسول الله. قبل كل شيء نقول رمضان كريم لكل الشعب الجزائري. طبعا اليوم نحضر إن شاء الله حفل من تنظيم مديرية شباب ورياضة رواية عنابة وديوان مؤسسة شباب. هذا الحفل يتمثل في حفل ختامي اختتام جميع نشاطات الشهر العظيم، حيث سوف يكرم فيه كل الفاعلين والناشطين من جمعيات من إطارات من عدة يعني وجوه سوف تكرم اليوم، وهذا بحضور السيد مدير شباب ورياضة. وبهذه المناسبة إن شاء الله أعطيتوني الفرصة هذه المناسبة نقول لكل موظفي قطاع شباب ورياضة عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. وشكم معك سيدة حورية بن حامد رئيس جمعية ترقية وتطوير نشاطات الشباب والطفولة المستقبل لولاية عنابة. نشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة اللي معانا في الليلة المباركة هذه تاع 27 بالتكريمات اللي كرمونا مدير الشباب والرياضة، جميع الجمعيات اللي ناشطة في القطاع الشريكة في القطاع مدة رمضان كامل، شهر رمضان من الأنشطة للطفولة للسهرات، الحمد لله ديما إن شاء الله ناجحين متوفقين والتوفيق للجميع إن شاء الله. الترفيه العلمي اختتام نشاطات ثقافية pour la DGS اللي اورغانيزات الحفل هذا مع تحت بمناسبه ليله القدر. واليوم اكتملنا سمع مع هذا النشاط بخير، ومازلنا نرجعوا درك نوليو الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه هذه مدينه عنابه ثم باش نحيي التراث الشعبي الفن الاندلسي والحوزي والشعبي لمدينه عنابه. ونقول لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله. مساء النور، معكم الاستاذه كانوني زهوه من مدينه عنابه. اليوم سررت اني اكون محتضنه مع بهذه السهره الرمضانيه، هذه السهره المتالقه اللي كان تحت اشراف شبيبه والرياضه، وكذلك باشراف بجمعيه الفنون الكلاسيكي والرقص الموسيقي كذلك لمدينة عنابة، حيث كان الحفل يشمل العديد من المقتطفات والعديد من تشاركنا اليوم بين الموسيقى الكلاسيكية وبعض المقطوعات الحوزية اللي تجمع بين المدائح الدينية. مساء الخير، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. اليوم ليلة 27 من رمضان، حفل تحت إشراف مديرية الشبيبة والرياضة من جمعية المدرسة الموسيقية للرقص الكلاسيكي والفن الدرامي والفنون، قدمت حفل بهيج مع مجموعة من الفنانين منها فرقة الأوركسترا لمدينة عنابة مع الفنانة الكبيرة الصاعدة زهوة بابتهالات دينية، ورقصات من بلادي للمدرسة
البلدية للموسيقى. حضر الحفل السيد مدير الشبيبة والرياضة، وكان حفل من أروع ما يكون، جميل جدا. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.